دكتور ناجي كادي، أول شيء أهلا وسهلا فيك بزحلة تي في. حضرتك تم ترشيحك من قبل الناس لمهرجان زي إبداع عن فئة أفضل إنجاز علمي. كانت مفاجأة لك لما عرفت، خبرنا كيف تلقيت الفكرة، شو كان رأيك بالموضوع، شو رأيك بالمهرجان ككل؟ أوكي، أنا بشتغل أبحاث بتعرفي، وكل وقتي تقريبا للأبحاث بقى. فجأة بدقوا لي أصدقائي هون من زحلة، بيقولوا لي رينا اسمك على زحلة تي في ببرنامج، في شيء برنامج بده ينعمل للمهرجانات للابداع ولل بقى. انا تفاجأت لانه ماني عارف بالفكره قبل. لما فت على السايت تبع زي ابداع اللي هو زيابداع.com وطلعت على المعلومات الموجوده فيه، حبيت الفكره كثير، لانه يمكن هذه من البرامج اللي بتفتقد لمنطقتنا بالحقيقه، وبيفتقد للبنان كله، ويا ريت بتكون هالفكره معممه على كل المناطق وحتى على لبنان، لانه عاده بنشوف برامج يا مختصه بالفن يا مختصه بمواضيع تانية بس مواضيع معينه، منا شامله بهالطريقه هيدي. وبدي هنيكم، وشغل كتير حلو. ميرسي لك. يعني شو برايك اهم الانجازات اللي عملتها لحتى خلت الناس انه ترشحك؟ يعني هذا اول، يعني هي اول تكريم، بكفي انه هن عم بيرشحوك ليكون تكريم معنوي، بس شو هن اهم الانجازات اللي عملون دكتور ناجي كعدي؟ هو ترشيح بحد ذاته تكريم، وترشيح بحد ذاته جايزه باطار الابحاث اللي عم بيشتغلها عن المي بمنطقه البقاع الاوسط وعلى صعيد البقاع كله. كان بحاجه لاباري تقدر تفحص كيف عم بيتغير مستوى المياه الجوفيه، فكانت هون الفكره انه نطور الاباريات الموجوده. فقدرت اطور اباري بتفحص مستوى المياه الجوفيه. اللي بيميز هيدي الاباري عن غيرها انها اول شيء دقيقه اكثر، يعني بتفحص مستوى المياه بالثانيه او بالسنتيمتر. ثاني ميزه لها انه ممكن تستعمل لفحص مستوى كيف تتغير الموج والمد والجزر. ثالث شيء كلفتها أقل من غيرها، أقل بكتير. ورابع ميزة لها إنه هي بتعمل أناليز للدونية كلها اللي بتطلع، بترسم الجرافات وبتعمل ستاتستيك، ومنك بحاجة لتحطي اليو اس بي وتاخدي النتائج. يعني بتعمل شغلها من الأول للآخر. من الألف للياء. يعني هيدا الأباري حضرتك اللي طورتها، حضرتك اللي يعني اشتغلت عليها واخترعتها، فينا نقول أفضل أداء من كلمة اختراع هي بحب إنه نستعمل كلمة تطوير. الأباري الموجودة اللي بيستعملوها عادة هي ليمنيغراف. ولكن الليمنيغراف اللي صاروا هلا عم بيستعملوه المطورين بيشتغلوا على الليزر. فتبعت الاوند ليزر من الاباري على سطح الماء، بتاخذ مستوى الماء وبترجع اوند الليزر وبتعطي الدنيا قد ايه. ولكن نحن عندنا بلبنان في عندنا مشكله بالابار، انه الابار منا جاي لين دروات، مايل شوي من تحت، يعني بيوصل ضوء الليزر لمحل بصير يضرب اذا بدك بحيط البير، ما بعود يعطي مستوى المي المزبوط. يعني الحاجة أم الاختراع. الحاجة أم الاختراع، مرات الغلط يمكن بفيد. خلينا نختراع. بيخليك تعمل إبداع لحتى تتخطى هالأخطاء. كانت الفكرة إنه نطور هالأباري لحتى تقدر تكون إذا بدك عاملة أدابتاسيون مع وضع البيارة الموجود عندنا. يعني هل مبدئيا هالآلة يعني كان بنتمنى انه تنتشر وتطار بغير بلدان، ولكن يبدو انه الحالة بلبنان هي اللي استدعت انه تكون. يمكن الحالة بلبنان وشوي هو سبب شخصي، يعني انا بفضل تكون هلا تضل بريفي، ما تنتشر وما تكون مستعملة، لانه في ابحاث لازم نخلصها، في اشياء مهمة بالمستقبل رح ينعلن عنها اذا الله راد، اكيد بناء على هالاباري. وقد ايه رح تسهل الشغل وكمان ممكن تحسن بوضع المياه الجوفيه بالبقاع؟ هي شغلها كثير كثير بتسهل الشغل، يعني انت منك بحاجه لانه تروحي تاخذي الدونيه كل فتره، تاخذي جراف واناليز للدونيه كل فتره، منك بحاجه تشوفيها دائما، تشوفي الا صيانه بشكل عام، هي اذا 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 عزنا صيانه. لانه هي سيستم تبعها كثير سهل، يعني فيها ثلاثة أقسام، قسم ميكانيك، قسم إلكترونيك، وقسم إنفورماتيك. وما في شيء كومبلكس فيها بشغلها لحتى ينتزع أو شيء، يعني هي يمكن إبداع إذا بدك ببساطتها. فعلا، بالسهولة اللي عم تقدم فيها. صح، بالسهولة. وتم اختبارها بفرنسا الأباري وأخذنا موافقة عليها.
وسجلتها هون بلبنان بوزارة الاقتصاد واخذت براءة اختراع فيها. منهنيك ونتمنى يعني دائما كل هالمشاكل اللي بدها اختراعات على لبنان يعني بس كمان يكون عندنا مخترعين لها. شو فينا نضيف كمان؟ كيف بتحب تقول للمشاهدين يعني يصوتوا لك تدعيهم هيك يفوتوا على www.zibda.com ويصوتوا لدكتور ناجي كعدي؟ اكيد الويب سايت الاكسيل له كثير سهل ما انه صعب ابدا. بفوتوا على www.zibda.com بصوته، التصويت بدأ يمكن أو رح يبدأ قريباً، بصوته يمكن رح يرجع لهم إيميل ليعملوا كونفيرماسيون. هيدي انتبهوا لها، لأنه إذا صوت من دون ما يرجعوا يعملوا، بدون ما ترجعوا تعملوا كونفيرماسيون للإيميل يعني كأنه ما صوتوا لي. والله سهلت علينا يعني هيك عم تشتغل معنا لحتى نفهم الناس مزبوط كيف عليهم أنه يصوتوا. فإذا أكيد بينطروا هالإيميل لحتى يتأكدوا أنه صوتهم وصل. صح. ميرسي لك دكتور ناجي كعدي، ونتمنى لك التوفيق. ميرسي، يعطيكم العافية.